السلام عليكم حفصه. السلام عليكم اخويا. السلام عليكم المتتبعين ديالنا. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا هذه الليله عندنا الحفله ديال الختانه ديال ولد خويا ان شاء الله يا ربي. دعوا معنا ربي يسخر فيه ان شاء الله يا ربي، والله يخليه لهم ويتربى في عزهم ان شاء الله. وكنشكر عائلتي الغزاله الحبيبه، وخا نقي نشكر فيها ما عرفتش نشكرها لك. كبروا بيا وكبروا بخويا وكبروا بعائلتي، وهما اصلا ديما مكبرين بيا، ماشي اول مره. فالهلا يخطاهم عليا ولا لي خطا عليا والديا الثانيين. وشكرا يعني هاد الفرحه، هاد القرار اللي اتخذتهم يعني فرحني واحد الفرحه اللي ما كتصوروهاش. يعني ان فوا قالت داك الخبر شفت الفرحه في عين خويا ومرت خويا، والله الا بكيت من الفرحه حتى انا والله القسم. انت يا اختي حصه راكي ختنا وربي اللي شاهد. الله يخليكم ياسين، الله يكبر بكم والله يخطيكم عليا والله يخليكم ليا يا ربي. وشكرا للميم على هذه المفاجاه الزوينه اللي دارت لينا، ولا لا يخطيها علينا. عليكم ديال الله حصه كما كتشوفوا. الصراحه غير سمحوا لنا ما عندناش البنادر، حنا هكا كنديروا الاستقبال ديالنا. داكشي اللي كاين ديال الله حصه السنيه. والو كما كتشوفوا ماما معنا وخويا دريس. شكرا خويا، كنشكرك كنشكر المشاهدين وكنشكر قناه محبوبه وخويا حسن الله يطول عمره وخوتي المشاهدين. خويا حسن وقف معايا واحد الوقت الله يسهل عليه، ما عمري غادي ننسى هذا النهار وفرحنا وفرح كاع الناس كاملين. الله يطول لنا عمره وشكرا لكم اخوتي المشاهدين. Yeah.
كنشكركم كاملين. تحيه للناس ديال سيدي عدي فين ما كانوا، تحيه للناس ديال سيدي عدي الاحرار. الصراحه هذه ليله كانت زوينه، كانت زوينه الصراحه والله القسم. شكرا لك خالتي العاليه خالتي السعديه وهاد الضيوف العزاز اللي ما كنعرفوهم. مرحبا بالجميع اللي كبر بينا وبغانا هاد الليله وجا عندنا، كنرحبوا به و100 الف مرحبا. الله يحفظك اودي حصه. تحيه لاختي بشرى الام ديال الطفل اللي غيتختن ان شاء الله يا ربي المناسبه.
وعلى خطك بنتي سي بشرى والله الا النهار كبير هذا الله يكفيك فرحتي يا اختي بشرى فرحانه والله اهم حاجه بغينا نشوفوا هي ديك الابتسامه ان شاء الله يا ربي ويسر دار رفقه الاب ديالو السي ادريس تحيه لكم اخويا تشكر قناه محبوبه كنشكر خويا حسن خويا الحسن خويا ياسين كاع خوتي والناس اللي زوينين والناس اللي كيحبونا وكنشكر جميع الخوت الله ينوركم اخويا الخير اللي درتو اليوم ما عمري غادي ننساه والله ينوركم اكيد اكيد وتنشكر الكل خالتي السعديه خالتي العاليه تنشكر خويا صلاح تنشكر خويا عبد العالي والزوجه ديالو تنشكر كلشي ان شاء الله يا ربي مازال الحلقه غتكون طويله دابا المهم شكرا للقناه ديال محبوبه تي في شكرا لكم ولهنا خطيكم علينا الله يعطيكم العز والله يعطيكم النصر والله ينصركم والله ينصركم والله يخلي لكم قوتكم تاج ان شاء الله فوق رؤوسكم والله يخليها لكم تاج فوق رؤوسكم وهي اللي كتضوي عليكم والله يخليها لكم ثريا ان شاء الله في الدار تشعلوها في كل وقت ان شاء الله وتضوي عليكم وتكمل عليكم امين 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 الله يخليكم ديما نورات والله يخلي لكم وليداتكم والله يخليكم ديما الفوق الفوق ان شاء الله امين وبقاو معنا ما تشوفين ما ان شاء الله يا ربي الحلقه غتكون مستمره رفقات الاسره والحباب والناس ديال البلاد ما تشوفين ما الحلقه طويله ان شاء الله يا ربي تحيه للمحلي مهرسه تحيه للناس يا سيدي الدين شكرا اللي استقبلتونا في داركم الله يا ودي مرحبا والف مرحبا حنا جينا لقيناكم تبارك الله غاديين الله يودي وانتم ما تمشوش بحالكم الله يودي تمشوا معانا شكرا 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 لكم ولاد محمد بتوعد الله يحفظك اختي العزيزه والله يا مرحبا بك انت والاصدقاء ديالك كاملين مرحبا تاج فوق راسنا الله يكبر بك اختي العزيزه تاج فوق راسنا سيدي ربي يشافيك امين امين يا رب حيده مسكينه الحلاقم وما قد الصدر وما سقطتش العمليه الله يجعل سيدي ربي يشافيها الله يشافيها ودعوا الشهيده امين عليك يلا بقاو معنا ان شاء الله يا ربي مازال الحلقه مستمره فيها بزاف ديال الحوايج زوينين ما تمشيو فين ان شاء الله يا الله يطول عمرك ما تهضريش بزاف ما تهضريش اختي شوفي بعدا ياك ما كيفاش نتساعدوا بعدا قولي لي الحاجه اللي عندك قولي لها مرحبا والف مرحبا عندك شي قناه مبتسمه شنو هي؟ مبتسمه تي في مرحبا يا اختي والف مرحبا ربي يعاونوني الاخت مبتسمه تي في ان شاء الله يا ربي هذه التي في فينا هي وريو لي خاتي السعديه خاتي السعديه عرفتي ولا لا بغيتو الضحك والنشاط والتفواج والقلب كبير تفرجوا في الهادي التي في ونصر نصر 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 الله ينورك اخاتي السعديه ونصر القناه ديالنا الله ينورك الهادي التي في جرم هو التي في خاتي العاليه غادي نعطيوها الكلمه القلب الكبير مسكينه كتموت على بلادها الله ينصركم اولادي الله يبارك في قعدكم الله يقعدكم الله يقعد الايام ديالكم امين الله ينصركم على من عاداتكم امين يا رب الله يخلي لكم المهمه تاج فوق راسكم امين الله ينصرها الله ينصرها الله يعمي عليكم العين الخايبه ونعم الجوره الله يرحم الوالدين خاتي العاليه غادي نجيو ليهم وجار في التي في وماما التي في اكيد خلاص صديقه العائله لا ما نقول لكم الله يخليك اخويا الله يحفظك والله يخلي لي هذه العائله الثانيه يا امين يا ربي امين امين راه كنقول امور الكاميرا قدام راه خوتي والعائله الثانيه ديالي الله يحفظك خلاص عالم تيصرف بلا ما نهضروا عليها المكتبين ديالنا يدعموا اختي والله العظيم كتخدم على بنتها وبنتها مسكينه فيها مرض السكر كاينه الله يجعل ربي يشافيها ان شاء الله. تسالي مع هذه الانسانه غتستحق والله العظيم. واش نقولك اختي الله يبارك امين 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 فينا هو الاخوه التيفي فينا هو فينا هو مونشيط يا سيدي عدي اخوه انت كتضحكنا كاملين الاخوه نشكركم بزاف بزاف والتحيه لكم. أو مسديات تحية الزوجة ديالو تحية الزوجة ديالو عيادة الإخوة التيفي السعدية اللي هي مولا كاملين حسن وجار محبوبة و
وفاطمة الزهراء صراتي تما حليبه حلاق هو تيفيت هو شنو السي صلاح السي رشيد رشيد يوميات رشيد خلي باش الدري مسكين اخوتي راه شنقول لكم صديق صديق الصديق ديالي وصديق سينا ديالي صديق زهمون مسكين عنده البو ما تيهضرش وما تيسمعش مزيان عنده السمع قليل شنو رشيد عاونوه مسكين راه توقف على العمل مؤخرا كخدام في واحد الميكانيك خلينا مع رشيد مسكين شويه رشيد اخويا واش كنت تعاونوا مع قسما فيل فين هو السي عدي التيفي وهذا راه مسمى سيدي عدي بعدا احنا خلينا شفتوا واش سمى سيدي عدي تحيه خويا عدي التيفي تعدي 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 التيفي تعدي تحيه بعدي قولها مزيان قولها مزيان تعدي تيفي اي عاوده تعدي تيفي تعدي التيفي وما تشوفين بقاو معنا ان شاء الله يربي مازال الحلقه كلها مستمره رفقات احباب والصحاب خليكم معنا ان شاء الله الحمد لله ولدي دابا العشاء ديالنا هو وجد وكل شيء بابا على حقه وطريقه والهلا يخطي بنياتي وكلنا تعاوننا والله يعاونهم بالرزق ان شاء الله يا ربي وغادي نعشيو الضيوف ديالنا ضيوف الويده باللغه العربيه ضيوف ولا ضياف ما نعرف احنا دابا ولينا مع الدراري الصغار الله يعطيك الصحه الويده صغير القلب علمتنا اللغه علمتنا كل شيء الله يعطيك الرضا امين ابنتي اشنو حفصه فرحانه هذا النهار بخوك واحد الفرحه راه كتبان لي من عينيا بلا ما نحتاج نقول لكم او سي البطاط الصغير شنو سميتو؟ الياس ان شاء الله يا ربي من بعد ما نساليو العشاء ديالنا الضيوف ديالنا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله غنفرحوا به وغنديروا الحنينه وغنمشيو مع العادات والتقاليد المغربيه مازال ما يتشاف مازال تتوعد الموعد المتتبعين ديالنا مازال ما يتشاف هذه الحلقه هذه ان شاء الله يا ربي لا باقي ان شاء الله باقي جديد ان شاء الله ولدي باقي كل خير ان شاء الله يا ولدي ونوليو لوليداتنا وان شاء الله والله يوريكم الخير والرزق من عند الله ان شاء الله المهم دابا ان شاء الله يا ربي الطبق ديالنا الاول هو هذا خير موجود الحمد لله اللهم لك نخليو الناس يتعشاو وغادي نرجع لكم ان شاء الله في التتمه ديال لا فيديو مرحبا بالكل والحمد لله فرحانين مع اختي بشرى النار بنت درويشه على هي الزوج ديال ادريس للولاد ديالها الله يعمرها بالعيا ولدي والناس دراواش ومحتاجين مساكن حتى هما لهادشي اللي درنا لهم الله يخلينا مع الدراويش ديما ان شاء الله فينا يا بشرى ما كايناش لا كاينه بشرى اجي يا بشرى اجي بشرى حدانا يا ولدي اجي يا بشرى بشرى عرفتي اول فيديو تنعقل عليك كنت درتيه مع ادريس الصراحه يعني كانوا بزاف الناس انا بزاف الناس اتصلوا بيا شخصيا وقالوا لي عجباتنا ديك المراه بشرى يعني اللي قال داك الكلام وقال داك الكلام في حق الزوج ديالها يعني رغم الظروف الحمد لله يعني بقيتي مع الزوج وكاين الحمد لله ثلاثه الوليدات الله يخليهم ليك وخا الصراحه بشرى كنشوف في العينين ديالها واحد الحزن كبير ربما غير المعاناة والعيا والاحتياج ولكن الحمد لله اختي مسؤوليه مسكينه حتى هي وقلت الشيء الصراحه ولكن اللهم لك الحمد لله كل حال بالنسبه للناس اللي بغاو يتواصلوا مع العائله ديال بشرى ولا مع بشرى شخصيا عندك شي نمره ديال التليفون بشرى عندي اخويا نعطيو النمره ديال دريس اعطيني ديال دريس 06 53 99 91 94 اتصلوا بخويا ادريس واستانسوا مع اختي بشرى البنات ان شاء الله يا ربي اتصلوا بها وطلعوا لها النفسيه حيت انا تنشوف عينين بشرى فيهم واحد شويه الحزن ولكن الحمد لله حنا معك اختي بشرى ان شاء الله ما يهمش الامر الله يربي غتكون ديما ضحكه ان شاء الله يا ربي طيب انا بغات وليداتها يوصلوا فين بغات وتقريهم مزيان والحمد لله على كل حال حنا مع الدراوش اختي بشرى وعزيزه وغاليه والله القسم والبطل السي الياس لا غيطهر يا السي الياس الياس واش عرفتي كيتسنى غدا ولا ما عرفتش هذا راه غيضحكوا عليك دابا يدوز امي كل شيء ان شاء الله دابا يدوز ويدخل ان شاء الله الدم ديال اي اسلام ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي اكيد عاد تكمل ديك الساعه اكيد الوالي والطهاره راه هي كل شيء اكيد الحمد لله دابا عطاو الضيف ديالنا يتعشاو ياك لا ما شاركوا معاهم العشاء ان شاء الله يا ربي حتى اللي حنا ان شاء الله ونشكرك ان شاء الله يا ربي وان شاء الله التقاليد المغربيه لحقها وطريقها وبالخصوص الامازيغيه ديالنا يلاه بقاو معنا باش تشوفي ان شاء الله يا ربي حتى تشوفوا التقاليد هذه كما قالت حصه كامله مقبوله مع رفقاتها المهم المتتبعين ديالنا من بعد ما تعشاو الضيوف ديالنا وحطينا دوازاتي خالتي السعدية وخالتي العالية بغا يدير لنا شي موال امازيغي لحقو طريقو خالتي العالية Yeah.
يلاه عياد يا شكرا شكرا لكم بزاف الوالده يعني سيدنا
الله يرحم الوالدين. اللهم اجعل علي شكرا لكم بزاف. هذه الصراحه يعني هذه الليله فرحنا بالاخت بشرى مع التيكيت الصغير ان شاء الله يرضي سيدي. امين امين ربي امين. الله يسخر امين البحر ان شاء الله. امين ربي يسخر ان شاء الله. امين الفرحه والصحه والسلامه. امين يا ربي والحمد لله. لله فرحنا الوداع مع الوجوه، فرحنا مع الحباب، والله ودي لا فرحنا. وهذه ليله كبيره عند الله، واللهم لك الحمد ولله يخطى علينا الحباب. امين يا والله يجعل سيدي ربي يعاونها مع وليداتها ويكون فيهم البركه ان شاء الله. امين. وهذا الشيء اللي غنقول لكم وليداتي، والله يستركم والله ينجيكم والله يحفظ لكم وليداتكم ان شاء الله. كنشكروك سي عياده، كنشكروك على الحضور ديالك. الله يخليك. امين 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 يا ربي. فرحنا الصراحه البشرى هذه الليله هذه مع الحضور ديال خالتي السعديه وخالتي العاليه. الله يعلم حقكم ان شاء الله يا ربي. الله يعلم حقكم ان شاء الله. خالتي السعديه ان شاء الله. امين يا ربي امين. نشكر الاخت ماما فاطمه اللي استقبلتنا في دارها. حفصه شنو مازال كيتسنانا غدا ان شاء الله يا ربي؟ ان شاء الله باقي غدا واحد الحفله ليا زوينه ان شاء الله يا ربي. عادات وتقاليد انا وغندير واحد العادات والتقاليد اللي هي كاع المغاربه كيديروها، حتى واحد ما كيخطو هاد التقاليد ان شاء الله، حتى نشاركوهم معكم ان شاء الله يا ربي. شكرا لعائلتي الثانيه على هاد الفرحه اللي فرحوا لي خويا وفرحوني حتى انا. الهلا يخطيكم عليا، وشكرا لهاد الجوج الزوينين اللي سهروا معنا هاد الليله وحضروا معنا وفرحوا لينا. الهلا يخطي الجميع، وشكرا للمتتبعين ديالنا كذلك، الهلا يخطيهم علينا. يالله ما بقى لنا الا نقول لهم مع السلامه الى الغد ان شاء الله يا ربي، باش نشارك معكم لحظات مزيانه. السلام عليكم.